كتيرة جدا بيبقى وزنها مظبوط بس بتعاني من زيادة في الوزن في منطقة معينة، مثلا منطقة البطن أو الأرداف. حتى لو جينا حسبنا معدل كتلة الجسم بنلاقي الوزن مظبوط، بس الشخص متضايق من منطقة معينة في الجسم بتاعه، فبالتالي لازم نبدأ نعالج المنطقة دي عشان الشخص ما يخشش بعد كده في اكتئاب وفي أزمات بسبب السمنة الموضعية. من أهم ومن أبسط طرق علاج السمنة الموضعية دلوقتي أجهزة متقدمة جدا جدا، وهي أجهزة الليزر وأجهزة الكرايو. أجهزة الليزر بتؤدي إلى تفتيت الخلية الدهنية بصورة بسيطة عن طريق اللي الشخص بيقعد على الجهاز زي ما احنا شايفين، بتبقى الجلسة في حدود نص ساعة لساعة إلا ربع، بتعمل على تمدد الخلية الدهنية ثم إلى تفتيتها، وبعديها بتنزل في البراز بصورة بسيطة جدا. من أهم الأجهزة ومن أحدث الأجهزة على مستوى العالم وموجودة بمراكزنا دلوقتي وهو جهاز الكرايو. جهاز الكرايو بتبدأ التجربة بتاعته عن طريق اللي احنا بنجمد الدهون، ودي تقنية معتمدة دوليا للتخلص من الدهون بدون جراحة، والكرايو كمان كجهاز معتمد من منظمة الدواء الأمريكية، فبالتالي هو آمن تماما لجميع الأشخاص. وبتعتمد التقنية بتاعته على خفض درجة حرارة الخلية الدهنية إلى 5 أو 7 تحت الصفر، مما يؤدي إلى تكسير الخلية الدهنية، وبعديها بيتفرغ المحتويات اللي موجودة فيها وبنتخلص من السمنة نهائيا في المنطقة اللي عملنا إزعاج في البطن أو الأرداف. وكمان بتستخدم التقنية دي على أماكن كتيرة جدا في الجسم، منها مناطق البطن ومناطق الجنبين وأعلى وأسفل الظهر، وكمان الذراعين والأرداف. فبالتالي أي شخص بيعاني من السمنة الموضعية سهل جدا علاجها من غير ما تخسر الوزن ومن غير ما تخش في الاكتئاب، عن طريق أجهزة معتمدة دوليا وكمان ملهاش أي أضرار، وبتخلصنا من السمنة الموضعية في أي منطقة من مناطق الجسم اللي احنا قلناها، حتى لو في الأرداف، حتى لو في الدراع أو البطن سهل جدا نتخلص منها. فبالتالي لازم نبدأ علاج السمنة فورا عشان خاطر نقي نفسنا ونقي أولادنا من أضرار السمنة. اتكلمنا مع بعض على